السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة والطالبات طلاب الصف الثالث ثانوي، أهلا ومرحبا بكم مع مستر محمد علي وفيديو جديد. بداية شباب كل سنة طيبين، شد حيلكم، خلاص قربنا أيام معدودة وندخل إن شاء الله في امتحانات الثانوية العامة. شد حيلكم يا شباب، ربنا يوفقكم لكل خير إن شاء الله. عشان نكون أكثر جدية في الموضوع بتاعنا شباب، زي ما وعدتكم امتحانات العام الماضي في غاية الأهمية في غاية الأهمية في غاية الأهمية، وتطبيقا للكلام ده عشان ما يبقاش كلام على الفاضي، النهاردة معدنا مع امتحان علم النفس والاجتماع للعام الماضي دور أول، وان شاء الله الفيديو اللي بعده مباشره تنزل دلوقتي تلاقيه موجود، هو الدور الثاني اللي انا مركز عليهم يا شباب. حتى لما عملت كده في الفلسفه قلت لك ان افكارهم في غايه الاهميه، مهمه جدا جدا تبقى داخل وعندك فكره عن الامتحان، مش عايزك تقع في الفخ او المصياد اللي وقع فيها الدفعه اللي قبلك. داخلين امتحان مش عارفين افكار الامتحان عامله ازاي، هو بيسال على ايه، طيب اسئله مباشره طب غير مباشره، طب فعلا الامتحان بيكون صعب، طب هو عايز فهم اكتر ولا عايز حفظ اكتر. كل الكلام ده يا جماعه هنقدر ان شاء الله نتغلب عليه لما نعدي الامتحان الاول، الدور اول علم نفس واجتماع ودور ثاني ان شاء الله. يلا بينا كده يا شباب، اتمنى تشير الفيديو ده لكل اصحابك وان شاء الله الخير يعم للجميع باذن الله تعالى. نبدا يا شباب كده مع بعض. السؤال الاول هنقرا زي ما تعودنا قراءه هاديه وبسيطه جدا، وبعد كده نبدا نستبعد اختياراتنا عادي خالص او نبدا نشوف الاختيار الانسب او الاجابه المناسبه. يلا كده يا شباب، بيقول لك قال عبد المطلب القريطي يقوم الطفل بشخصيه الجراح. عنده طفل صغير بيتقمص، شوف انا قلتها ازاي، يتقمص دور جراح، هو بيلعب دور جراح او طبيب اسنان ويحاكي بيجلد. اكمل طيب ولا خلاص السؤال كده اتعرف؟ اعتقد ان السؤال كده اتعرف، بس انا هكمل عشان الناس اللي بتقول يا مصر انت مجهز الاجابات ولا ايه، او انت عارف الاجابات. هو كل الموضوع عايز سنه بس ايه، بساطه في الموضوع. انا همشي لو معاك كده واحده واحده. انا عندي طفل صغير، الطفل ده بيحاكي سلوك الطبيب او بيقلده في اجراء او خلع الضرس، ويجي لك كده يقول لك تعالى انا هخلع لك ايه الضرس بتاعك، يبقى هو كده بيعمل تقمص، فالموضوع كده منتهي، ادي التقمص. تمام يا شباب، ندخل السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول ابراهيم ناصر رغم ان الفرد يكتسب في مسيره حياته، شخص ماشي بيكتسب في حياته سلوك الافراد الذين يتصل بهم اللي هم اصحابه يعني ويتعامل معهم، الا انه لا يعني ذلك تطابقه، مش لازم يكون زيهم بالظبط، انا مش لازم اكون نسخه طبق الاصل من اصدقائي تماما معهم، وانما يخضع لطبيعه شخصيته من استعدادات وقدرات وذكاء التي ولد، خلي بالك، التي ولد مزودا بها. نستخلص من القول السابق، انا كده عندي حاجتين، عندي بيئه عايش فيها بتاثر مع اصحابي وبتاثر فيهم واثر فيهم، وعندي حاجه انا اتولدت بيها، يبقى انا كده هتكلم عن الانفعاليات الاجتماعيه طبعا، لا الجسميه والانفعاليه لا، الوراثيه والعقليه لا، لكن الوراثيه والبيئيه. طيب يا شباب، الناس بتقول يا مستر انت بتجاوب بسرعه، طب انا من فضلك انا خايف اهدي الريتم شويه ياخد فتره طويله في الفيديو، فانا ممكن يعني امشيها الى حد ما موزونه، بس انت لو شايف ان الريتم بطيء سرع عادي، انت شايف ان الريتم بطيء عادي، شوف انت بقى يعني جاوب براحتك، شوف انت عايز تعمل ايه، شايف ان انا سريع خالص لا دوس ستوب على الفيديو وجاوب على مهلك وبراحتك خالص. انا شفت كام تعليق بالطريقه دي يعني. طيب يلا بينا نكمل زي ما احنا. سؤال رقم 3 يقول دكتور احمد عكاشه انها شخصيه تتسم بعدم الاهتمام. شخصيه مش ملتزمه يا جماعه، شخصيه مش مهتميه باي حاجه ولا التزامات ولا بتهرب من المسؤوليه، وافتقاد للشعور بالاخرين، مفيش احساس، عدم نضج عاطفي، وقدره محدوده على تحمل الاحباط، وسهوله شديده في تفريغ العدوان. لا خلاص كده الموضوع انتهى، مثلا دي شخصيه سيكوباتيه. تمام جدا يا شباب، شخصيه سيكوباتيه ليه؟ عدواني، عنده لا مبالاه، مش بيتحمل مسؤوليه، اللي هو تواكلي، بيتواكل على الاخرين. ربنا يستر بس، والناس اللي بتكره الشرح الكتير ما يقولكش انت بتطول في السؤال. رقم 4 في شخص يا جماعه عاجز تماما عن التاقلم، واحد مش عارف يتاقلم خالص، خلي بالك عاجز عن التاقلم والتكيف مع الواقع المحيط واقامه علاقات، مش عارف، اوعى تنسى كلمه عاجز، ها اوعى تنسى كلمه عاجز، هو عاجز عن اقامه العلاقات لانه يعيش في عالمه الخاص. مستر السؤال انتهى، عالمه الخاص ده شخص انطوائي، فعلا هو شخص انطوائي، دور على الانطوائيه فين؟ يبقى شخصيه انطوائيه. السؤال اللي بعده يا شباب، قال دكتور عبد المطلب القريطي تردد ام، خلي بالك كلمه تردد يعني صراع، الموضوع انتهى، تردد يعني حيره وصراع، تردد ام بين ان تسمح لابنها بالمشاركه في رحله تستغرق عده ايام لكي يروح عن نفسه، ده حاجه مميزه، يبقى ده اقدام عن ذاته او على ذاته ويثري خبراته، وان تمنعه يبقى ده احجام، يبقى انا ادور على اقدام احجام، هيكون هنا اقدام احجام. هتقول لي يا مستر، هقول لك لان شيء في شيء محبب وفي شيء منفر في نفس الرحله او في نفس الشيء اللي هي عايز تعمله، يبقى شيء واحد في ايجابي وفي سلبي. تعالى يا شباب ننتقل للسؤال رقم 6. القيم اكثر اهميه في حياه الفرد، القيم مهمه طبعا،
والمجتمع أيضا. لذلك فإن مستوى عقيدة الفرد بقيمة أعلى من مستوى عقيدته بالاتجاه، يعني أنت تمسكك بالقيمة أكثر من تمسكك بالاتجاه. عايزين نقول كده أن القيم أكثر ثباتا من الاتجاه يا شباب، ده من خصائص القيم أن هي أكثر ثباتا من الاتجاه. ننتقل للسؤال رقم 7. العمال الذين لديهم اتجاهات سالبة نحو إدخال الآلات الحديثة يمكن تغيير اتجاهاتهم عن طريق، عمال دماغهم دي ناشفة، احنا مش عايزين آلات، الآلات دي هتعطلنا عن الشغل وهتخلينا احنا نقعد في البيت، فهم رافضين الآلات. طيب لو احنا عايزين نقنعهم بتغيير الاتجاه ده، ممكن تزودهم بمعلومات كافية عن هذه الآلات وما تقدمه لهم، خلي بالك، وما تقدمه لهم من خدمات في المستقبل. يعكس الموقف السابق أحد العوامل التي تساعد على إحداث التغيير. في إيه في الحاجات دي ساعدني على إحداث التغيير؟ هل الجمود الفكري؟ طبعا لا. هل قوة الاتجاه القديم هو ده يساعدني على تغيير؟ لا طبعا. ضعف الاتجاه وعدم رسوخه ممكن، لكن هم المفروض يبقى عندهم دوافع قوية عشان أنا هقنعهم باللي هياخدوه في المستقبل أو الاستفادة، يبقى هنا الدوافع القوية. ننتقل للسؤال رقم 8. يقول أحمد خيري العمري أحيانا يكون التعجل سببا في الانكسار، خلي بالك كلمة التعجل اهي، ومن ثم اليأس. يعبر قول السابق عن أحد العوامل التي تؤدي إلى الإحباط، هل القيود والعقبات؟ لا، ده أنا شخص متسرع، يبقى أنا كده بتكلم عن الاندفاعية والتهور يا شباب. تمام جدا، تمام. طيب سؤال رقم 9. قال وينستون شيرشل عندما يخطئ سهمك، لما معاك سهم كده ويخطئ السهم بتاعك، لا تفكر ما الخطأ الذي فعلته بل اسحب السهم الثاني وفكر ما الذي يجب علي فعله بطريقة صحيحة لأصيب الهدف. طبعا هو بيتكلم على أحد أساليب التغلب على الصراع والإحباط. هل ده بذل جهد وإزالة العائق؟ لا طبعا، مستبعدة خالص. طيب هل استبدال الهدف بغيره؟ لا، ده قالك طلع السهم وزي ما انت خلاص شغال على نفس الهدف هو هو، يبقى مش هينفع استبدال الهدف. اسلوب حل المشكلات، لا ده لازم يكون عندي معلومات واسئلة واستشارة واستفادة من خبرات الاخرين، مش اسلوب حل المشكلات. طب هل البحث عن طرق اخرى؟ قد يكون السهم اللي انت سحبته ده طريقة اخرى، انت كنت مايل يمين، لا ميل شمال، يبقى هو كده بيقول لك ابحث عن طريقة اخرى في التصويب بتاعك او في تسديد السهم بتاعك. ما اعتقدش بقى جماعة بتوع الكورة كلمة تسديد دي تمشي مع الكورة، لكن تصويب ممكن تمشي مع السهم يعني. طيب تعال نشوف رقم 10. يذكر أحد المتخصصين التربويين أن ربط المادة التعليمية، خلي بالك السؤال ده كان في غاية الصعوبة السنة اللي فاتت، أو مش هقول الصعوبة، من بين السطور حرفيا يعني. في أحد التربويين بيقول لما تربط المادة التعليمية بواقع، هالإجابة كلها كانت في الكلمة دي، بواقع التلميذ، لما أنا أديك مسألة أو أديك حاجة وأقول لك خد طبقها في الواقع، كده هتثبت أكتر وهتستفيد أنت أكتر. فبيقول لي في نظرية من النظريات الأربعة، نظريات التعلم اللي عليك في الدرس الثاني علم نفس، بتقول ان ده يتفق مع تفكيرها ان انا اربط التعليم بالواقع. كانت نظريه تجهيز المعلومات عند نورمان، لان نورمان كان بياكد على ضروره تطبيق المعلومات في ارض الواقع، وابحث عنها وهتلاقيها من بين السطور، كان من الاسئله المهمه جدا السنه اللي فاتت او تعبت بعض الطلبه شويه في التفكير. لان انت لو جيت عند الفهم والاستبصار مش مهتمين بقدر كبير بالواقع او في التطبيقات التربويه الخاصه بتجهيز المعلومات، هي اللي اكدت على تطبيق المعرفه او المعلومات في الواقع. السؤال ده مهم جدا زي ما قلت لك. طيب ننتقل لسؤال رقم 11. قال دكتور حلمي المليجي يعد الخوف من الامتحان، واحد خايف من الامتحان، كلنا خايفين طبعا، يعني باختلاف النسب طبعا. الخوف من الامتحان النهائي دافع للاستذكار، دافع، ده شيء ايجابي، ده بيحفزني ان انا اذاكر اكتر، يبقى ده كان ايه؟ ده كان قلق معتدل يا شباب، ده قلق معتدل. ننتقل لسؤال رقم 12. عندي سؤال رقم 12. قال دكتور محمد عبد القادر عبد الغفار صياد السمك، خلي بالك وحذاري حذاري زي ما قلت يا جماعه وكررت اكتر من مره ان انت تستعجل في الاجابات. الراجل اصطاد كميه سمك كبيره من منطقه معينه فعجبته، فاصبح كل يوم ينزل يصطاد، يروح نفس المنطقه هي هي، يعني بيتامل ان هو يصطاد كميه سمك اكبر او نفس المره السابقه، فانه سيتردد على هذه البقعه مرات متعدده، ولكن اذا لم يحصل في هذه الزيارات المتكرره على نفس الكميه الاولى بل حصل على كميات صغيره لا تذكر، فان هذه الزيارات ستاخذ فيها التضاؤل، وبعد فتره من الزمن يميل الصياد الى العوده مره اخرى لنفس البقعه. خلي بالك الاجابه جت هنا بقى عشان عم اقول لك احذر، وبعد فتره من الزمن يميل الصياد للعوده مره اخرى، ده اسمه استرجاع تلقائي، اوعى تتسرع وتختار انطفاء، احذر من الموضوع ده، يبقى هنا كده استرجاع تلقائي يا شباب. طيب ننتقل لسؤال رقم 13. لقد عكف باري ماكيجان
بكل صبر ومثابره على رفع قدراته العضليه والجسميه. خلي بالك الراجل اشتغل على نفسه عضليا وجسميا للمنافسه على حلبه الملاكمه، ولكن عندما اتجه للعمل في مجال التعليق التلفزيوني هو مش محتاج جسم العضلات خالص، هو محتاج الصوت، محتاج ان يكون مذيع، ان يكون لبق في الكلام. بعد اعتزاله حلبة الملاكمة اتجه الى رفع قدراته ليكون معلقا متميزا. احذر قلت لك من التسرع والكلام ده، يبقى طبعا هنا هو يروح ينمي الذكاء اللغوي بكل تأكيد. ننتقل يا شباب لسؤال رقم 14. قال الدكتور محمد بن شيبان العمري: في يوم ربيع جميل اصطحب احد الاباء طفله في نزهة، وهناك مد الطفل يده لتلمس ظهرة البنفسجي، وتصادف في نفس اللحظة، بحظه بقى سيء الولد ده، في نفس اللحظة تصادف وجود نحلة عليها على الوردة يعني، فلدغته تقرص كده قرصة صغيرة. وفي اليوم الثاني عادت الام من عملها تحمل باقة من زهور البنفسج، فما ان وقع بصره على ظهرة البنفسج اللي جت مع مامته في البيت دي، اندفع في صراخ عال مرعوبا من منظر تلك الزهرة. يلخص الموقف السابق احدى نظريات التعلم، وهي نظرية طبعا ده اسمه تعلم الشرطي، لان الالم عنده ارتبط بالزهرة او بلون وردة البنفسج. خلي بالك الاسئلة اللي زي كده يعني بنسبة كبيرة جدا جاية في الامتحان، ولكن احذر من التعمق في السؤال ده، ان يحط لي خط مثلا على الزهرة او على النحلة ويقول لي ده مثير ايه. خلي بالك المعلومة دي ليك انت، لو النحلة هنا انا هقول عليها مثير طبيعي، لو النحلة ان هي عملت الالم، لكن الزهرة هنا اسمها مثير شرطي، وقبل اقترانها مع الالم والنحلة كانت اسمها مثير محايد، مفيش اي حاجة خالص، فخلي بالك من حاجة. وبكى الطفل بعد قرصة النحلة دي استجابة طبيعية، ولكن بكى الطفل بعد ما رأى وردة البنفسج دي اسمها استجابة شرطية. خلي بالك الكلام ده ليك انت، والكلام ده متعمق جدا في سؤال زي ده، شيء مؤكد انه جاي في الامتحان نفس الفكرة، مش بقولش السؤال 22 دفعة 22، مؤكد ان السؤال زي ده جاي في الامتحان بنفس الفكرة، ولكن احذر من فكرة انه يسألك على نقاط محددة جوه السؤال، انا بأكد عليك اكتر من مرة. السؤال اللي بعد كده يا شباب سؤال رقم 15. قيل في الاثر: اجمل الاوقات للحفظ والاسحار، انك تحفظ بالليل يعني او في وقت السحر، وللبحث والابتكار وللكتابة في النهار، وللمطالعة والمذاكرة بالليل. نستخلص من هذا القول احد الاجراءات. طبعا هو بيكلمك على التنوع في بيئة الاستذكار، لو عايز كذا اعمل كذا، ولو عايز كذا اعمل كذا، فده شباب بنقول عليه تنوع في بيئة الاستذكار. ناخد سؤال رقم 16. يقول احد العلماء ان الاتجاه حالة من الاستعداد او التأهب العصبي والنفسي تنتظم من خلال ممارسات الشخص. خلي بالك تنتظم، هو اللي بيقولك عليه نفس الفكرة، هو يحط لك خط عند حتة معينة، وتكون ذات تأثير توجيهي أو دينامي على استجابة الفرد لجميع الموضوعات والمواقف التي تستثير هذه الاستجابة. يعكس ما تحته خط خصائص الاتجاه، وهي أنها تعتبر نتاجا للخبرة السابقة، ولا تتعدد حسب المستويات الاجتماعية، ولا مكتسبة ومتعلمة وليست وراثية، ولا لا تنشأ من فراغ. هنركز في السؤال، وهيقولك تنتظم من خلال ممارسات الشخص، يبقى هي كده مكتسبة ومتعلمة وليست وراثية. سؤال 17 بعد كده. أثبتت بعض الدراسات أن الخضروات والفاكهة، أنت بتتكلم في إيه؟ خضروات وفاكهة، أنت كده بتتكلم عن الغذاء على طول، ما الموضوع منتهي الغذاء. السؤال اللي بعده يا شباب. يرى سيزر أن هناك علاقة بين مفهوم الذات لدى الطفل، لما بيعرف الأنا وبيعرف مفهوم الذات بيكون في علاقة بين الذات وبين التحصيل الدراسي، فكلما كان مفهوم الذات موجبا ساعد ذلك الطفل على النجاح والتحصيل الدراسي. طبعا هنا بنتكلم عن الإنجاز الأكاديمي، ده كان من الأسئلة المباشرة بشكل كبير جدا. ننتقل لسؤال 19. يقول حامد زهران إن عملية الفطام النفسي، خلي بالك من التلاعب بالمصطلحات، الفطام النفسي يقصد ان المراهق عايز يعزل نفسه عن بيته، عايز يستقل، قد تتاثر بطريقه ثبات اسلوب التنشئه وصعوبه الاعتراف بانفضام عضو بالغ او انفصال او انفطام عضو بالغ من الاسره، ان هو ينفصل مع نفسه او يستقل. طبعا احنا هنا بنتكلم عن الرغبه في الاستقلال، بتكون سبب من اسباب الحاله الانفعاليه عند المراهق. ننتقل لسؤال رقم 20. أشارت إحدى الدراسات الحديثة أن إفراز كمية كبيرة من هرمون الأدرينالين، ده مسؤول عن الخوف أو بتفرزه الغدة الكظرية. طبعا اتكلمنا بشكل مباشر في أكثر من مرة يا شباب أن أي هرمونات بتكون في حالة في وضع الأم الحامل بتكون بسبب الانفعالات، فإحنا كده بنختار انفعالات الأم الحامل. ننتقل لسؤال رقم 21.
طلب احد المعلمين السؤال ده، فكرته كويسه وبيكرر كتير على فكره في تجربه اول تجربه تاني دور اول دور تاني تكرر بنفس الفكره. طلب احد المعلمين من طلابه ان يسجل حوارا له مع الشخصيه التي كان يرغب ان تلعب دورا في حياته، مبينا لها احلامه. خلي بالك الكلمات دي، مبينا لها احلامه التي حققها واحلامه التي يسعى نحو تحقيقها والاحلام التي خفق يعني فشل في تحقيقها. هو هنا عايزك ترصد لي في حوار مكتوب او مقروء تحديد النجاحات والتعثرات التي مر بها. ننتقل للسؤال التالي يا شباب. عندنا سؤال رقم 22، يرى حلم المليجي ان المعلم الذي يستثير نشاط الطالب قراءة وكتابة ورسم وخرائط الخ، يعني يخلي الطلبة بتشتغل بشكل فعال ويثبت له انها حيوية في حد ذاتها كأن يشعر الطالب بالمتعة. خلي بالك بقى تيجي هنا مشكلة السؤال، ان الطالب يشعر بالمتعة او يحصل فيها على، خلي بالك يحصل هنا، انا بتكلم على تعزيز، انا بتكلم على مكافآت حتى وان كانت معنوية، يحصل على تحقيق غرض هام، فان النشاط يتحول الى هدف في حد ذاته. طبعا هنا بنتكلم عن الممارسة او بنتكلم عن التعزيز والتعلم. يبقى هنا كده اخترنا التعزيز والتعلم. ننتقل لسؤال رقم 23، قال الخطيب البغدادي من اجود اماكن الحفظ الغرف وموضع بعيد عن الملهيات، اختار مكان مناسب. اختيار المكان ده بيكون فين؟ طبعا بيكون في الانتباه. يبقى كده هنختار الانتباه يا شباب، تركيز الانتباه. السؤال التالي 24، يقول عماد عبد الرحيم ان اتقان التعلم يعتمد على المحاولات الجادة. السؤال ده برضو عمل لغط كتير. المحاولات الجادة مقصود ان انت تكون رجل ليك دور ايجابي، دور ناشط، تكون انت فعال فعلا، ما تكونش قاعد سلبي. يبقى انا بنتكلم عن الدور الايجابي للمتعلم. انتقل للسؤال التالي يا شباب رقم 25، تخيل انك معلم داخل الصف، فكرة السؤال ده جت قبل كده، وتريد ان تصنف طلابك حسب الذكاءات، اي المؤشرات التالية تتخذها لاكتشاف الذكاء الموسيقي؟ طبعا هتدور اشكال، ده بصري مالناش دعوه بيه خالص، حفظ ده لغوي مالناش دعوه بيه خالص، ابداء اراء محدده تختلف عن اراء الاخرين ده شخصي، ده مالناش دعوه بيه خالص. يبقى هنا كده تذوق الكلمات يقصد بيها التذوق، السجع والايقاعات والكلام ده، وقد يتحدث باصابعه ان هو بيعمل ايقاعات او بيعمل اصوات معينه اثناء الكلام. ننتقل للسؤال اللي بعده، لا يوجد ما هو أكثر فظاعة وإهانة ومدعاة للكآبة مثل التفاهة، يؤكد القول السابق على الأسباب التي تدفع الشباب للتطرف. في تفاهة شباب وفي كده عدم مسؤولية وعدم أهمية خالص وعدم قيمة وعدم وزن، يبقى بنتكلم عن الفراغ الفكري. ننتقل للسؤال رقم 27، يقول إسماعيل عبد الفتاح الكافي لقد أحدثت التطورات التكنولوجية، التطورات التكنولوجية أهو الحديثة نقلة نوعية وثورة حقيقية في عالم الاتصال، حيث ربطت أجزاء هذا العالم المترامية بفضائها الواسع ومهارة الطريق لكافة المجتمعات للتقارب والتعارف وتبادل الأفكار. طبعا ده بشكل كبير جدا الإنترنت. ننتقل للسؤال اللي بعده، يقول أحمد النجار وآخرون إن الثقافة الاستهلاكية، الاستهلاك ده سلبيات العولمة أو الآثار السلبية للعولمة، تتسم بأنها ثقافة قهرية تدفع الناس إلى الاستهلاك والرقد خلف، ماشيين ورا بعض، اللي بيعمل حاجة بيعمل زيه وهكذا. طبعا هنا بنتكلم عن التقليد الأعمى شباب. ننتقل للسؤال 29، قال محمد المهدي الشخص المتطرف لا يقبل المنافسة بل أنه يلغي رأي، يلغي أي رأي. قلنا يا شباب أكتر من مرة الآراء والأفكار والمعتقدات وكل حاجة لها علاقة بالذهن ده تطرف من مستوى المعرفي. ننتقل للسؤال التالي، تقوم الشركة المصرية نصر لصناعة السيارات بالاشتراك مع المراكز البحثية، شركة أو مصنع سيارات بيشترك مع مراكز بحثية، طبعا ده اللي قلنا عليه أكتر من مرة، ربط البحث بأهداف الدولة. 31، يقول غاندي لا أريد أن يكون منزلي محاطا بالأسوار، أنا مش عايز حيطان وشبابيك مقفول علي ونوافذ، أنا عايز فيه انفتاح، بس مع الوقت أنك تحافظ على الهوية بتاعتك ونوافذي مسدودة، أريد أن تهب ثقافات كل الأوطان على منزلي من جميع الجهات وبكل حرية، لكنني أرفض أن يقتلعني أحد من جذوري. يبقى الراجل كده بيحافظ على الهوية الوطنية بتاعته. طبعا الاصلاح الاقتصادي ما نتكلمش عن الاقتصاد خالص، التمسك بالقيم الثقافيه للمجتمع ماشي متمسك بيها، ولكن هو عايز انفتاح، يبقى عايز الحفاظ على الهويه الوطنيه.
ننتقل لسؤال 32. تم الإعلان عن مبادرة طلابية لتزيين القاعات والممرات ورسم الجداريات أو الجدران في مجتمعهم التربوي. هتخلي بالك من دي. احنا قلنا ان في عمل تطوعي داخل المدرسة يا خارج إطار المدرسة، فهنا نختار المدرسي. السؤال التالي يا شباب، يقول بيل غيتس: الثورة المعلوماتية الرقمية والأعمال التجارية. خلي بالك، الثورة الرقمية أو المعلوماتية أصبحت متشابكة بشكل وثيق. أنا لا أعتقد أن أحدا يمكنه الحديث عن الواحد دون الحديث عن الآخر. نستنتج من القول السابق أحد العوامل التي تؤثر في بيئة. طبعا هنا بنتكلم على التغيرات التكنولوجية. السؤال التالي يا شباب، يقول فيصل محمود: إن التطوع يساعد على تماسك المجتمع، وذلك من خلال تخفيف المشكلات الاجتماعية التي تواجه المجتمع المحلي، مما يؤدي إلى زيادة رضا الناس وإشباع حاجاتهم، وينعكس ذلك على تكامل المجتمع وتماسكه. نستخلص من القول السابق إحدى القيم العامة للتطوعي، وهي أنها هل هنا بيوضح دور النظم؟ طبعا لا، يلبي حاجات المجتمع الأساسية بشكل كبير. أيوة، ترسخ المصلحة العامة على الخاصة، ترسيخ القيم المحورية في المجتمع. طبعا لا، هو عايز تماسك المجتمع، يبقى بيلبي الحاجات الأساسية للمجتمع. سؤال 35. قال الرواية المصري العلامة نجيب محفوظ: إنني أحب عملي أكثر من حبي لما ينتج عنه. أنا مكرس له بغض النظر عن نتائجه مع الآخرين. طبعا النتائج مع الآخرين بتكون في المنافسة، وحب العمل ده بيدعو إلى التنافس. طبعا هنا أنا أختار التنافس الاجتماعي. السؤال التالي يا شباب، علم الاقتصاد يتناول دائرة الانتاج. طبعا الاقتصاد له علاقة بالانتاج، ولكن هناك بعض المحاور لا يستطيع ان يدرسها وحده، مثل اثر العادات الاجتماعية. شكرا، انا كده دخلت على علم الاجتماع. طبعا السؤال التالي يا شباب، قال نوبل كانت: الاحترام اجمل ما يتركه الانسان في قلوب الآخرين. هتتفاجئ لما تعرف ان الموضوع هنا بيتكلم عن، نستخلص من قوله السابق، أهمية العلاقات الاجتماعية من حيث ايه؟ هل من حيث النفسي ولا الروحي ولا الأخلاقي ولا الاجتماعي؟ الاحترام ده يا شباب حاجة نفسية، يعني حاجة كده بتكون داخل الشخص، وفي قلوب الآخرين يعني في نفوس الآخرين. طبعا هنا هنختار العامل النفسي. حد يقول الروحي أقول له ده الديني، حد يقول الأخلاقي أو الاجتماعي، لا، هي أقربهم النفسي، شعوري يعني. 38. قال أحمد رافت عبد الجواد: الشخص الذي ينادي برصف طريق يوصل إلى بيته في قرية مثلا، فإنما يحقق مصلحة الآخرين. الشخص ده هيقول: يا جماعة يا نواب، أنا عايز أرصف الطريق اللي بيوصل لحد القرية بتاعتي. كده هو مش هيستفيد لوحده، هتستفيد القرية كلها. فهنا بنتكلم عن الاستفادة الجماعية. ننتقل للسؤال رقم 39. من العدل أن يأتي، ده قول ابن رشد المشهور طبعا، من العدل أن يأتي الرجل من الحجج لخصومه بمثل ما أتى به لنفسه. نستخلص من القول السابق إحدى طرق مواجهة الصراع الاجتماعي، وهي تحقيق العدالة الاجتماعية المشروعة، ولا التوافق بين طوائف المجتمع المختلفة، ولا تحقيق الأهداف بطرق مشروعة، ولا التوافق بين الصالح العام والصالح الخاص. طبعا زي ما هتجيب لنفسك هتجيب للآخرين، يبقى ده الصالح العام والصالح الخاص، أو المصلحة العامة والمصلحة الخاصة. ننتقل لسؤال 40. يقول أمين معلوف: كلما شعر المهاجر بأن ثقافته الأصلية محترمة انفتح أكثر على ثقافة البلد المضيف. ده معناه أن في اختلاف ما بين ثقافته وثقافة البلد المضيفة، فإحنا هنا بنتكلم على جزئية متنوعة المضمون. سؤال رقم 41. حياة كريمة مبادرة رئاسية مع الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني للقضاء على الفقر في القرى الأكثر احتياجاً. المرحلة الأولى تشمل 87 قرية في 11 محافظة شارك فيها. وهنا نقف عند كلمة شارك فيها، وخلي بالك هو حاطط لك خط على الجزء اللي هيسألك عليه. شارك فيها 933 شاباً، معناها كده ان هم اصبحوا اعضاء في هذه المبادرة، فدي يا شباب بنسميها مشاركة عضوية. طبعاً السؤال التالي: كان لدى هنري فورد رؤية عالمية بأن حماية المستهلك، خلي بالك حماية المستهلك مالها بقى، هي المفتاح للسلام، هي البداية. هو راجل كده بيحدد البدايات فين، المفتاح فين اللي هيفتح ليه الطريق ده، فكده هو راجل بيحدد أولويات. يا شباب السؤال اللي بعده يا شباب يقول: إدكو، أتذكر أنني عندما كنت في المدرسة الابتدائية كنت أذهب لشراء علب الحلوى وأبدأ في بيعها لكسب المال. طبعا بيبيع ويشتري، ده عمل حر بكل تأكيد، يبقى هنا العمل الحر. سؤال 44 يا شباب،
يميل أئمة المساجد إلى ارتداء الزي الأزهري الخاص بهم والتحدث باللغة العربية في أحاديثهم. طبعا أي زي يا شباب وأي مهن قلناها أكتر من مرة ده بيتكلم عن الخصوصيات. هنا كده المفروض نختار الخصوصية. سؤال رقم 45، يعتبر برج خليفة معلما من المعالم المدنية أو الدليل على الحضارة. قلنا يا شباب الأهرام والبرج وكل ما هو مادي وقابل للمس ده بنتكلم عن الثقافة المادية، يبقى هنا شباب ثقافة مادية. سؤال 46، خلاص اقتربنا من النهاية. قال رفض عبد الجواد هي عملية امتصاص وهضم الأفراد لعناصر ثقافية وحضارية ونظم اجتماعية دخيلة على التراث. أنا دخلت مكان غريب عليا أو اندمجت في ثقافة مختلفة وهضمت الموضوع وتكيفت معاه وعشت معاه. طبعا هنا بنختار التكيف، التكيف الاجتماعي. سؤال 47 يا شباب، متبقي 3 أسئلة. يقول عبد الفتاح محمد شبانة، وفقا للعادات السائدة في اليابان في حالة الوفاة يقدم المعزون الهدايا لأهل المتوفي. طبعا ده طقس عندهم، طقس ديني أو حاجة من الشعائر عندهم، لما حد يتوفى الناس تروح تاخد هدايا وتقدمها لأهل المتوفي. طبعا دي حاجة عقائدية أو حاجة دينية، يبقى نختار عقائدي. سؤال رقم 48، تؤكد خبرات البحث العلمي أن جمع البيانات بلا نظرية، تجمع بيانات وخلاص من غير نظرية موجهة، يسلمنا إلى بيانات صماء عمياء فاقدة المعنى والوظيفة، لذلك تحدد مسار البحث وتوجهه نحو تناول الموضوعات. تحدد مسار البحث كده خلاص شباب الإجابة بقت واضحة جدا، هنختار تحديد الاتجاه الأساسي كإحدى وظائف النظرية، وده سؤال من الأسئلة المهمة. 49، ليوتل ستوي بيقول القوانين الأخلاقية تثأر لنفسها. القوانين إلزامية يا جماعة، القوانين جبرية، محدش يقدر ياخد عليها مثلا يكسر القوانين أو إن هو يرتكب حاجة منافية ليها، هي إلزامية وإجبارية، يبقى تثأر لنفسها معناها إن بتاخد حقها بالإجبار، يبقى هنا الجبرية. ننتقل لسؤال رقم 50 والأخير في امتحان الدور الأول. قامت إحدى المذيعات في إحدى القنوات الفضائية باستضافة طبيب أخصائي في المناعة ليلقي نصائحه حول تقوية الجهاز المناعي في مواجهة جائحة كورونا لجمهور المشاهدين. طبعا السؤال ده اللي عمل لغط كبير جدا في السنة اللي فاتت يا شباب، خلي بالكم هنا التفاعل المذيعة مع الضيف ده تفاعل مباشر، ولكن تفاعل الضيف مع الناس اللي قاعدين في بيوتهم ده تفاعل عرضي، بمعنى ان ده شيء عارض ان هو ما فيش اي دخل او اي تداخل مع الراجل ده خالص، فكده بنختار زي ما جت في نموذج اكتر من نموذج ان هو عرضي، مش هينفع غير تلقائي، مش هينفع مباشر، مش هينفع غير مباشر، ولكن هو تفاعل عرضي. حد هنا شباب نكون وصلنا لنهاية اجابات امتحان الدور الاول لمادة علم النفس والاجتماع دفعة 2021. ان شاء الله تنزل دلوقتي في صندوق الوصف، في الروابط كمان على القناة هتلاقي الدور الثاني ان شاء الله. باكد يا جماعة النموذج الاول دور اول ودور ثاني في غاية الاهمية، عذرا بقى للاطالة. خلاص يعني دعواتكم كده، ان شاء الله ربنا يكرمكم بالتوفيق باذن الله. تحياتي لكم مستر محمد علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.